اتهمت وزارة الخارجية الروسية كوريا الجنوبية بالابتزاز وإطلاق تهديدات فيما يتعلق بإمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن السياسة الخارجية لسول تستخدم الرواية التي يتبناها حلف شمال الأطلسي على حد تعبيرها. كان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي قد قال إن سول ربما تنظر في إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة عقب توقيع كوريا الشمالية وروسيا اتفاقا للدفاع المشترك في حالة اندلاع حرب.